السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزف بشرى إلى كل المتبعين، إلى الإخوة الكرام وإلى الأخوات الفاضلات، أن القناة بفضل الله تعالى بعد يعني مراسلة إدارة اليوتيوب، الحمد لله يعني الآن الوضع طيب جيد، وحتى الأمور التي كانت من قبل يعني بوشايات وأمور مغرضة تم إزالتها بعد التبيان والتحقيق بفضل الله عز وجل. فدعوتكم لتذهب سدى، نسألكم الدعاء والمزيد في الدعاء بفضل الله تعالى. بل تمت أمور جميلة جدا في القناة، إثبات كية مع أمور أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد والمنة. وهذا لا يمنعنا أن نضيف إن شاء الله قنوات أخرى باسم الراقي المغربي بن الربيع، حتى تبقى هذه المقاطع محفوظة بإذن الله، وهذا العلم ينتفع به القاصي والداني والكل إن شاء الله تعالى. وأعدكم بإذن الله تعالى بطرح إن شاء الله مقاطع طويلة ومهمة جدا في عالم الرقية الشرعية، حتى إن شاء الله تعالى تكون برامج أخرى نافعة في دروس وتوجيهات ونصائح خاصة بالعلاج بإذن الله سبحانه وتعالى. وأي أمر تحتاجونه في أمر الرقية من ناحية التبيان والاستشارة أو التوضيح أو الإجابة، فإن شاء الله الاستعداد لهذا بإذن الله. وأقول إن شاء الله تعالى بالنسبة للعلاج، أي إنسان أي فرد يحب أن يتعالج بإذن الله تعالى، فالمراكز مفتوحة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس الهم يعني هذا الكلام كثني أكرره من باب أن أوضح وأبين، لكن لابد الضرورة تحوجنا إلى هذا، وإلا هذا منهج نسير عليه والله يشهد عليه. لا نفرق بين كبير وصغير أو غني أو فقير، كل من يريد العلاج بفضل الله تعالى يأتي ويتراسل ويتواصل معنا، وإن شاء الله يجد الأبواب مفتوحة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك سوف نعرض إن شاء الله تعالى شهادات لعديد من الإخوة والأخوات في حالة تحسنت، حالة شفيت، حالة مساعدات بإذن الله عز وجل. يعني لا بد أن نظهر هذا الآن وأن نبينه حتى نفحم كثيرا من المغرضين والأعداء، وكذلك حتى يعني تكون سنن يعني حسنة بفضل الله تعالى التي نسير عليها. ونسأل الله تعالى أن يقتدي بها من يرجو الخير ويرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم هذه بشرى أزفها لكل المتبعين والغيرين داخل المغرب وخارجه بفضل الله عز وجل. القناة محفوظة بحفظ الله تعالى، ثم بكم بدعواتكم، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.